السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى يلقاكم بألف ألف خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. الفكرة ديال الفيديو ديال اليوم غتكون واحد الوجبة أو واحد الوصفة سهلة بزاف في التحضير وسهلة كذلك في يعني في المقادير ديالها وما كتاخد لا وقت لا مجهود كيف ما معودكم دائما في الوصفات ديالي اللي كنحط لكم في القناة. بالإضافة إلى هذه الوصفة غندير واحد الجولة في واحد المحل هنا عند ناس سميتو مولا كاين حتى في ألمانيا. الفكرة ديال هذه الجولة هذه ماشي فقط أنني نشارك معكم يعني غير جولة فقط ولكن باش تاخدوا فكرة على طريقة تغليف الهدايا كيفاش نقدروا نصنعوا من أشياء بسيطة أشكال وهدايا راقية وجميلة بزاف. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غنحتاجو ديال صدر الدجاج، غنتبلهم فقط بالبزار يعني الابزار الأسود الفلفل الأسود والملح، ومن بعد كما تشوفون غنقطعهم كل قطعة نقطع على جوج يعني كل كيدير على حسب العدد ديال الأسرة الأفراد ديال الأسرة ديالو. هنا غندير واحد المقلة كبيرة غنحط فيها زيت يسخن ومن بعد غنحط هاد القطع، ما غنطيبهمش فقط غنخليهم غير يتحمروا يعني ياخذوا داك اللون الذهبي. ومن بعد غتشوفوا معايا الطريقة ديال يعني تحضير ديال هاد الوصفة هادي يعني يعني بعد ما طاب الدجاج ديالي هنايا تحمر يعني هاد صدر الدجاج تحمرت بهذا الشكل الجميل اللي تتشوفوا. هنا غناخذ واحد المول اللي غيدخل الفران، خذوا نتوما اللي عندكم ماشي بالضروري يكون بحال هذا الشكل اللي عندي مربع اولا الشكل اللي تناسبكم، استعملوا ديال الزاج ديال البورسولان اولا ديال الحديد علاش لا. المهم استفتهم في هذا المول هذا كيف ما غتشوفوا هنايا. ومن بعد غنمشي نحضر الصوصه اللي غترافق هذا الطبق هذا او هذه الوصفه هذه. بالنسبه لهذه الصوصه هذه غنحتاجوا لهنايا الطماطم السائله كما تتشوفوا هنايا، تقدروا تحكوا مطيشه عندكم في الدار ولا تاخذوا مطيشه اللي جاهزه، انا هنا استعملت غير مطيشه جاهزه. غنحتاجوا كريمه السائله ديال الطبخ وغنحتاجوا هنا ربيع او البازيليكو من عندي هنا غير ربيع ونقطعوا قطع كبيره. وبالنسبه للتوابل غنحتاجوا الزعتر الاوريغانو غنحتاجوا البابريكا غنحتاجوا البودره ديال الثوم والملح وكذلك غنحتاجوا الفلفل الاحمر هو اللي كنستعمل انا بزاف او الفلفل الاسود اللي متوفر عندكم في الدار. تناخذوا هاد العناصر اللي عندنا مطيشه، كنضيفوا ليها الكريمه وكنضيفوا ليها الربيع وكيف قلت لكم ممكن تعوضوها بالبازيليكوم اللي هو الحبق، انا عندي غير ربيع في هاد الوصفه اللي استعملت. وكنضيفوا التوابل ديالنا كما تتشوفوا هنايا وتنخلطوا يعني العناصر كلها مع بعضها باش تجانس مزيان. تنخلطوا ونحركوا المكونات كلها مع بعضياتها مزيان باش تدخل مع بعضياتها، ومن بعد تنخويوها ولا تنصبوها فوق هاد قطع ديال صدر الدجاج كما تتشوفوا هنايا. يعني وصفه اللي ساهله بزاف كما شفتوا التحضير ديالها اسهل ما يكون وكتجي صدقوني لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها ما تتاخذ لا وقت ولا مجهود. كما تتشوفوا هنايا بعد ما غنخوي الخليط ديالي كامل، هنا عندي واحد القطع ديال الفرماج، غديروا الفرماج اللي بغيتو نتوما واللي عندكم في البيت واللي متوفر. يعني ما شاط انا عندي هنايا ديال الكاوده هو اللي عندي كان عندي في البيت متوفر، قطعتو قطع اللي كتناسب يعني الشكل ديال كل قطعه، حطيتهم عليها من الفوق كما غتشوفوا معايا هنايا. ومن بعد غندخلها للفران على درجه حراره ديال 180، غنشعل عليها شويه من التحت، ومن بعد تقريبا شي هاكا شي 10 دقائق 15 دقيقه بحال هكا، ومن بعد غنشعل عليها الفوق والتحت باش يتحمر لينا من الفوق وهذاك الفرماج يذوب حتى هو. المهم بقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الطبق هذا.
المهم هذا هو الشكل بعد ما خرجنا هاد الصوره ديال الدجاج من الفرن. كيف ما تتشوفوا هنايا انا غنرافقهم هنا مع البطاطا بيوري. تقدروا نتوما ترافقوها مع الرز مثلا او لا مع النودل لي بات كما تنقولوا، يعني كلهم كيجيو زوينين. انا ديجا هاد الوصفه هذه فيها الصوصه كتجي لذيذه بزاف، الصوصه ديال الطماطم عاد يعني ما كتحسيش بديك الحموضه ديال المطيشه، بالعكس تجي لذيذه بزاف. يعني ترافقوها باش ما عندكم متوفر في البيت واللي تبغوا الاطفال ديالكم. المهم دابا كما تتشوفوا غندوزو دابا نديرو هذيك الجوله اللي كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو عند الميلا. وكيف ما قلت لكم ان الهدف من هذه الجوله ماشي فقط غير جوله هكاك، ولكن غير باش نشارك معكم يعني طريقه ديال تغليف الهدايا، اولا تقدري من حوايج بسيطه او اشكال بسيطه تصنعي هدايا اللي جميله وشكلها راقي بزاف. كما تتشوفوا هنايا في هذه الشبيكه اللي دازت دابا، هذيك راه ديال الحمام، يعني الطريقه باش مغلفينها وان خلقوا منها هديه، يعني كتحطي فيها دوك يعني اللي سوان ديال الحمام ديال يعني الكريم دو جور كريم دو نوي بهذاك بان دوش صابون. كما تتشوفون هادو شبيكات عاديين اللي متوفرين في اي بيت، حتى هي كيفاش تحطيها يعني تشكلي منها واحد الكادو تاع هي. كما تشوفوا يعني تقريبا هذه الاشكال غتشوفوها، يعني ما غطيحش لك فكره بانك تقدري منها فقط تغلل فيها وتحطي فيها يعني دوك لي برودوي اللي شاريه وكيولي عندها الشكل راقي. هذه هي هذه القريعه، هذه هي شو شكلها شحال غزال حتى هي، يعني هي هذه في حد ذاتها بحال هاد السليلات هادو، حتى هما كاينين بزاف، يعني حتى هما ترجعي منهم انهم تقدري تشكلي منهم هديه. يعني واحد المجموعه ديال الافكار فريمون زعما اللي رائعه بزاف بزاف. هذه هي الشكل ديالها حتى هي، يعني سليله عاديه شبيكه عاديه، ولكن قد خلقوا منا واحد الهديه اللي راقيه بزاف. دونك يعني نخليكم دابا مع باقي الاشكال. كما تتشوفوا هذه واحد بحال شكل ديال الصناديقه، كيفاش تاهي حاطين فيها هاد لي سوان ديال الدوش، يعني مبان دوش لي كريم وداكشي، وكيفاش مغلفينها ودايرين فيها هاد البابيون كي تتبان زوينه بزاف. المهم نخليكم دابا مع باقي الاشكال اللي باش تاخذوا فكره، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. كنتمنى هذا الفيديو يلقى الاستحسان ديالكم ويلقى الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالتعليق ديالكم وباللايكات ديالكم اكيد الى عجبكم الفيديو. وكنشكر بزاف الناس اللي اشتركوا مؤخرا في القناه ديالي على التعاليق المحترمه ديالهم، يعني اللي كيحطوها بواحد الشكل يعني نقي وزوين، وكيشاركوني بالافكار ديالهم بشكل زعما اللي محترم وشكل اللي لائق بزاف. وحاجه اخرى ثاني بالنسبه للناس اللي تيشوفوا قناتي اول مره وهذا الفيديو، يشتركوا في القناه وحتى وما يخليوا لي رأي ديالهم. ونخليكم دابا وإلى فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف.